الحكومة أعطت أهمية كبيرة لهذا المنتدى، خصوصا بعد دعوة أو دعوة من ولي العهد. هل هذا يعطي أهمية حقيقية لدور العراق في المنطقة برأيك؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أخي رائد ولزملائي الأعزاء الدكتور صفوان وللضيف العزيز من المملكة العربية السعودية ولقناة ام بي سي ولجمهوركم. بكل تأكيد المنحنى التصاعدي للعلاقات العراقية السعودية الذي أخذ يتطور في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، والذي خلق أرضية لأن يكون هنالك تعاون كبير ما بين العراق وما بين المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال وجود أو تواجد ولي العهد سمو محمد بن سلمان وكذلك دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، بدأت الأمور تتطور بشكل كبير جدا. وبالتالي هذه الدعوة الكريمة التي حصل عليها دولة رئيس الوزراء لحضور هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر كما تعلمون أنه مؤتمر عالمي كبير جدا يحضره كبار شخصيات العالم سواء على مستوى السياسة أو على مستوى الاقتصاد. يعني عندما نتحدث عن دافوس وعن تشكيل دافوس في العام 1971 ومن ثم تطور الموضوع بشكل كبير جدا، هنالك أكثر من 1000 شركة عالمية كبيرة جدا عضو في هذا المنتدى، وكذلك أنه لا يمكن لأي شركة أن تدخل إلى هذا المنتدى إذا لم تكن دورة الاقتصادية السنوية تتجاوز 5 مليار دولار. وهنالك الكثير من الشركات الأخرى التي دخلت بشكل كبير إلى هذا المنتدى، وهنالك تقسيمات، أعتقد أن الشراكة الصناعية وشراكة النمو وشراكة التطوير والتقنيات وما إلى ذلك. فوجود هكذا شخصيات وهكذا شركات عالمية كبيرة بكل تأكيد سوف تكون هنالك للعراق صولات وجولات، على اعتبار أن العراق بأمس الحاجة إلى أن يعقد شراكات واتفاقات مع هذه الشركات العالمية أو مع الدول العالم بشكل كبير جدا، للنهوض بالواقع السياسي والنهوض بالواقع الاقتصادي والنهوض بالواقع الاجتماعي. إذا أردنا أن نعرف أنه منتدى دافوس يهتم بهذه النقاط الثلاثة، السياسي والاجتماعي والصناعة والتطوير وما إلى ذلك، فهكذا شركات بكل تأكيد من بما تمتلك من خبرة العربية السعودية بما تمتلك من خبرة ونهضة كبيرة جدا استطاعت أن تغير كثيرا جدا خصوصا في السنوات الأخيرة من سياسة المملكة العربية السعودية في الانفتاح على دول العالم، التطور الحاصل الكبير جدا في مجال التقنيات الحديثة، في مجال التكنولوجيا، في مجال مكافحة التصحر، في مجال الطاقة وما إلى ذلك. العراق ضروري جدا أن يستفاد من خبرة الأشقاء وأن يقوم بترجمتها إلى واقع عمل على الأرض العراقية. طيب. العراق يمتلك مقومات كثيرة جدا، لكن هذه المقومات أيضا تحتاج إلى التمويل العالي والتمويل الكبير جدا. قبل قليل كنا نتحدث عن قضية أنه هل النهضة هي جسور فقط أو النهضة التي ينشدها العراق والعراقيين تتلخص بهذه المشاريع اللي لربما حصلت الآن لا، هنالك مشاريع كبيرة. نتحدث عن مشروع الفاو الكبير يعني أستاذ رائد.